العلوم بيقول لك تاخذ الفرصة دي حالا وتتوكل على الله، اما توصل مطرح امان تهملها، وهي عارفة السكة لحالها تعاود، وحسك عينك ترجع هنا تاني. كيف ما رجعش هنا تاني؟ انت اتجننت كانك ولا ايه؟ الدنيا من بكره الصبح هتنقلب عليك، ومش يوم ولا اتنين، لا العمر بحاله. وبيقول لك هو عمل اللي عليه، سامع يا ود عمي؟ سامع يا ود عمي. وبعت لك كمان دولي. ايه دول؟ 2000 جنيه. بيقول لك دبر بيهم حالك، بسك حسك عينك اتعاود هنا تاني. بيقول لك كمان كلام انا ما فهموش. ايه الكلام ده؟ بيقول لك كيف ما سره حداك سرك انت كمان حداه، واللي يخون اخوه يب البادي اصلا. سرين لحداي؟ هو مش هربك ودي تبقى مسؤوليه كبيره قدام الحكومه؟ يلا يا عمي رم الفرس. اشوف وشك بخير يا دبور. اتوحشنا بدري؟ ربنا يطمن عليك. يلا اخوي يلا يلا هم. أنا البدر أبو بدار. متهم معروض عليه في جناية يهرب؟ دي مش بس مصيبة، دي كارثة من كل ناحية. حتى النقطة تتنقد؟ يبقى فاضل إيه بعد كده؟ ها؟ أنتوا عساكر وغفر نظاميين أنتوا؟ أنتوا تنابلة. هبلغ المديرية أقول لها إيه؟ أقول لها إن النقطة بقت منط للهجمة؟ أقول لها إن عندنا عساكر وغفر بيناموا يشخروا طول الليل؟ الجلد مش كفاية، محاكمة عسكرية مش كفاية، محاكمة عسكرية مش كفاية. اهدى امال، اهدى امال يا سعادة البيه، احنا سبق وكتبنا مذكرة. ولا كلمة، وانت بالذات ولا كلمة، وانصراف من قدامي حالا، انصراف. اسمع يا فندم يا سعادة البيه، مين في البلد مشهور بالسرقة بالنقل؟ نشوف يا سعادة البيه. لسه هتشوف؟ على ما تشوف نكون كلنا برا الخدمة، ده ما كناش في السجن. انصراف انصراف على الصوت. تمام يا فندم. واه يا علوان كفاياك نور، ده احنا بقينا بعد الضحى دلوقتي. يا صباح الهنا يا صباح السعد يا وش السعد انت. واه يا علوان ده انت رايق قوي. ومنهنه ورايح ما هتوعيش على علوان الا وهو رايق. ودي قومه هم مالك ده؟ اعمل لنا فطوره ترم البدن بيدك الحلوه دي. من عينيا التنين، بس مش انا اللي هعملها لك الحال. ومن مين؟ أنا جبت لبيبي تقعدي معانا هنا. مين؟ ما عاد لهاش حد يا نظري، وأنا حالي انهد من بعد البت مهجة. خلاص خلاص، اللي تشوفيه لد عليك اعمليه. ربنا يخليك لينا ويقدرك على فعل الخير. صح، الواحد ما يحبش حاجة من القديم، لكن بجملة الجمايل. عيون عيون! تعال دبور. يا ساتر. ايه في ايه؟ الدنيا مقلوبة برا، وهرظابط عايزك في المنظرة. يخرب مطنك وقعت قلبي. أنا هنزل له، روح أنت ودي له الشاي على ملبس خلقاتك. شاي إيه؟ أنا أفك على الجبل. جبل إيه؟ أنت اتجننت ياك ولا إيه؟ أمال إيه؟ أقعمز؟ أستنى ما يمسكوني كهالفار،
الناس كلها في مختون خبر صح ان ما حدش يقدر ينقب غيرك. طب كتر شكت مع الصبح ويا كزماك تتحدد في حديث من ده تاني. روح ودي له الشاي انا احصلك. فطورة هاي يا علوان. خالة لبيبة قلب عندك يا خالة. استم قلبك يا ولدي. يا ابو استم قلبك. ليه كده يا الصبح عاد؟ ده حتى يبقى فال منيه البنيلة ده. لساه نحسان. كيه القتيل يا دبيكي. ما حدش يصحيه، سيبوه يقوم الحالة. ما قالكش ده ليه؟ لا. وانت ما سألتهوش؟ لا، لو كان عايز يقول كان قال الحالة، لكن هنعرف. يا ترى ايه اللي طلعك الجبل تاني يا بدري؟ سعادتك هتتهمني بحاجة لا سمح الله. مش وقت حساب دلوقتي علوان، الوقت بيجري. لا سعادة بيه، ما هو لازم نعرف سعادتك واثق فيا ولا الشك ركبك من ناحيتي. وايه اللي خلاك تفتكر اني فقدت الثقة فيك؟ اصل لغوة سعادتك في الحديث معايا اليومين دول ما خبرش كده فيها حاجة مش مريحاني. علوان احنا قدامنا وقت نصلح فيه اللي انكسر، صحيح مش كتير لكن قدامنا. وانا تحت الاذن والطلب. مين اللي ممكن يعمل كده؟ يعمل ايه بقى يا سعادة البيه؟ انت هتلف وتدور عليا. والله يسامحك يا بيه، انا ما خبرش. ايه اللي مغيرك من ناحيه اليومين دول؟ مين المتخصص بطريقه السرقه بالنقب؟ الحراميه كتير. مين في البلد هنا بالتحديد؟ اقول لسعادتك الحراميه كتير، دي طريقه شائعه في المنطقه. يعني مش عايز تقول؟ لا راح اقول طبعا، بس اديني مهله يوم ولا تنين بالكتير. اقول له مفيش وقت، يقول لي اديني يوم ولا اتنين. هو انا كنت شيخ منصر؟ قوم اديك قايمه بحراميه النقب عاد ولا ايه؟ ماشي يا علوان، لكن انا لازم اعرف عن اذنك. شرفت وانست يا سعاده البيه. مع السلامه يا بيه، الف سلامه. لا برافو عليك علوان. اقول لك ايه يا دبور؟ ايوه. قول لهم يجيبوا لي الوكل هنا، خلينا اكمل فطوري. ولع اللي حتى تولع زينك ده. قول لي قول لك ايه؟ يا يعني انت ما شفتش؟ بو ريتني اياك. بتنظر من وين انت؟ يا ودع اقول لك روح هات الفطور. حاضر يا ودع عمي. واقول لك ايه كمان؟ ايوه. روح زمر بزمرتك. ايوه. فعلا يا عمي ليك حق، السكوت ده يقلق قوي. حاتم قال لي انك تقدر تعرف الاخبار، انما ما قالش ازاي بالظبط. لا اسمح لي يا عمي، ازاي دي بقى بتاعتي انا. انا اسف يا ابني، انا عارف انك مشغول، لكن كان من واجبي اني ابلغك رساله صاحبك. لا يا عمي ارجوك ما تقولش صاحبي، حاتم ده اكتر من اخ. ده لا مؤاخذه يا عمي، ده هنا. صدقني يا صلاح يا ابني، لولا ان المساله حساسه وخطيره ما كنتش وافقت ابدا اني اشغلك واعطلك. لا يا فلان، لا ما فيش عطله ولا حاجه. وهتعمل ايه يا ابني؟ هتصرف باذن الله. ازاي يعني؟ هسافر هنا طبعا. يا خبر يا صلاح، ما فيش قدامنا غير كده يا عمي. الامر لله، بس ارجوك يا ابني من غير ما حد يشعر باي حاجه. اطمن يا عمي، انا مقدر خطوره الموقف كويس. امال انا مسافر بنفسي ليه؟ انا تسافر انا وما سافرش ليه يا بوسبوس؟ بعدين عمي وحاتم هما اللي طلبوا مني كده، وانا كمان ما اقدرش اقول لهم لا. انت عارفه اخلاق خطيبك يا بوسبوس. وعمي ما يسافرش ليه؟ ويسافر ليه بس؟ يعني ايه؟ يعني المهام الكبيره اللي زي دي ما اقدرش اقوم بيها غير العبد لله، وهم عارفين كده كويس وجم للراجل المناسب. ثانيا عمي ما يقدرش يسافر هنا، عارفه ليه؟ دي مغامره، مغامره يا بوسبوس. بس انا خايف عليك يا صلاح. خايف عليا ليه بس يا حبيبتي؟ من اخو ورده واهلها، يعني انت مش عارف؟
قال خايف علي قال. تفتكر يا بوسبوس؟ لا 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 شيل الافكار دي من دماغك، انت مش عارفه اخلاق خطيبك كويس. ما هو للاسف اني عارفاه. وما دام عارفاه ليه تفولي بس في وشي كده يا بوسبوس؟ انا بعون الله بعون الله ما حدش يقدر يهاوب ناحيتي، انا اصغر للبني ادم صغره يقع من طوله. بوسبوس ما لاقيش معاكي بس فلوس؟ ليه بقى؟ عشان اصغر، اقصد عشان اسافر. اه ما انا عارفه انك مش هتجيبها لبر من كله، ده غلب ايه ده؟ ايه ده؟ بتضربيني يا بوسبوس؟ لا انا ما اسميش ده تسايب او اهمال، انا اسميه مهزله. يا فندم ايه؟ هيكون عذرك ايه المره دي ان شاء الله؟ انا معترف يا فندم اني ماليش عذر. عظيم، احنا كمان من ناحيه انت اتخذنا الاجراء المناسب. مع قبولي لاي جزء، انا كل رجائي اتنقل من النقطه دي يا فندم. انا معترف اني عجزت عن فهم الناس دول والتعامل معاهم. انت اتنقلت فعلا يا حضره الضابط، رحت نقطه الحجر. نقطة الحجر؟ ودي فين دي يا فندم؟ هي على طريق قديم كان زمان برضه من دروب الصحراء، بيوصل من الناحية دي للبحر الأحمر ومن الناحية التانية للنوبة. على فكرة أنت لو وظفت حماسك المعتاد ده بس بعقل، أنت ممكن في المنطقة دي ترضي طموحك كظابط، وكمان تزيل أثر اللي حصل. أنا بنصحك نصيحة أخيرة وبكررها لك بعقل. أنا من ناحيتي هديك فكرة عن الحالة الأمنية في المنطقة دي بالذات. مفيش حاجة بتدار يا واد عمي. قولي ليه؟ ليه؟ الجبل هنا كل إذاعة، لازم الخبر ياجي هنا قبل ما يروح لحد تاني، ولا ما كناش نقدر نعيشه ونحافظه على حياتنا. مالك مدنقر دماغك ليه؟ ارفع راسك يا راجل، ده انت غسلت عارك بيدك ومحدش قدر لك على شيء، ولا الحكومة ذات نفسيه. عاري اقول لك ايه بس يا بيكي، ربنا اعلم بالحقيقة. لكن انا فرحان انك جيت علي طوالي. مش قلت لك قبل سابق معرفة الرجال كنوز والوشوش مصيرها هتتقابل؟ ربنا يديم المعروف. ونويت عليا يا واد عمي، هتعمل ايه؟ هعمل ايه يعني؟ العمل عمل ربنا. كأنك نويت تقعد هنا قبل ما تفتح خشمك يا واد عمي. انت عارف معزتك عندي قد ايه؟ عندي لك نصيحة من المجرب، تقبلها يا واد عمي؟ كلامك على راسي من فوق يا دبيكي. زين، هنا مش مكانك يا بدري. ليه تجيب رجليك لعيشة معجونة بالخوف والخطر والموت؟ لا فرشة ناعمة ولا نوم تقيل. وانصدف ليلة وحلمت بيكون الحلم كابوس يطبق على روحك عايز يطلعها معاه. احنا طلعنا الجبل هربانين من حبسة الحكومة، لكن صدقني يا واد عمي حبسة الجبل أوعر بكثير. أنا لو بيدي كنت سلمت نفسي عشية قبل بكرة، لكن ما قدرش. مش عشان أنا، عشان الرجال اللي انت راقبهم دول. طب ومش يمكن العيشة هنا حتى بالحبسة اللي عتقول عليها ديت بيكي تكون أهون من غيرها؟ لا يا واد عمي لا، هنا مش مطرحك. انت راجل متعلم عقلك كبير يوزن بلد كبير ناسه كتير، لكن احنا لا. ايوه بس عايز اقول لك قبل ما تقول سيبني اقول لك هاني، اللي كنت نويت تقعد هنا اما شلتكش كفوفنا تشيلك راسنا من فوق. ما هو ده عشمي برضك يا واد عمي، لكن هقول لك ايه بقى. طب دبرني يا دبيكي، ايه العمل؟ احنا مش قلنا قبل كده ان العمل عمل ربنا؟ خلاص فوتها على ربنا وعلى دبيكي. مين يا فندم؟ مش دي برضه بحتون الجمل؟ قصدي بحتون الجبل. ايوه هي يا فندم. طيب تقدر توديني للشيخ بدار؟ الشيخ مين؟ الشيخ بدار.
عاوز مين يا فندم؟ قال عايز الشيخ بدار جاف. ايوه عاوز الشيخ بدار. في ايه؟ بتبصولي كده ليه؟ الله، غريبه ولا ايه؟ طب روح انت يا دد، عاوزه في ايه الشيخ بدار؟ عايزه خلاص. انت مالك؟ ايه ما اسالش؟ لا ما تسالش، انا اللي اسال. عارف طريق الشيخ بدار توديني؟ مش عارفه؟ ما تعمليش فيها ظابط مباحث. ايه ده؟ هو الشيخ بدار ده مش كبير حواره؟ كبيرهم يا علوان ابو البكري، تحب تروح له؟ انا بسال على الشيخ بدار. ما هو علوان ابو البكري هو اللي وصلنا للشيخ بدار. علوان البكري؟ علوان الكوبري؟ انا ما يهمنيش التشكيل. ايه انت هتحددني؟ امشي قدامي. استنى. عملت الطيب يا شاذلي اللي ما قلتلهوش حاجه الا هو شكله ايه الافندي ده؟ وانا خابر عاد اهو فندك ده كانه مباحث. مباحث؟ وين دلوقتي؟ في المنظره مستنيك. ربنا يستر. اقول لك ايه؟ اوعك تجيب سيره لحد واصل. اجيب سيره؟ وانا لو كنت عاوز اجيب سيره كنت كتمت عليه ده. لا عافي عليك يا ولد عمي. يا مرحب يا مرحب يا فندي. قل لي انت عايز الشيخ بدار في ايه ان شاء الله؟ ايه عاوزه في ايه يعني؟ عاوزه خلاص. انت شكلك قديم مش حكومه ولا مباحث. انت مين يا فندي؟ انا واحد عاوز الشيخ بدار. ايه الحكايه؟ كل ما حد يقابلني يسألني عاوز الشيخ بدار ليه؟ عاوزه في ايه؟ انت شكلك كده ما يطمنيش. في حاجة حصل مني حاجة يا اخ علوان. وكمان خبر اسمي؟ وهل يخفى القمر؟ انا اللي جابني هنا ووصلني قال لي على اسم حضرتك. انا عملت حاجه لا سمح الله. هستأذن انا. استنى عندك. ايه هو بالسهل كده تاجي وتروح بالسهل كده؟ امال حضرتك عاوز مني ايه بالظبط؟ ما انا لازم اعرف انت مين وجاي عايز الشيخ بدار في ايه؟ لا ابدا، انا كنت جاي عشان اسلم عليه بس. انا خابر مليح مين اللي مشيعك، وخابر كمان انت جاي تعس على الاخبار لمين. لكن قول للي بعتك لو ظهرت ما حدناش ليها غير الموت. انا مش فاهم اي حاجه. عامل روحك مهبل. يا اخ علوان، يا علوان بيه، الحكاية ما تستاهلش ده كله. الحقيقة أنا قابلني الشيخ بدار وعزمني وأكرمني على عزومة كبيرة قوي، فأنا قلت لما أقابله يمكن يكرر العزومة دي تاني. ما أنتوا معروفين بأهل الكرم. بس كده؟ أقسم لك ما تحلفش. بلاش. على العموم أديك عرفت اللي هتقوله للي بعتاك. ايوه بس كنت عاوز اقول لحضرتك انا كان قصدي يعني. لا قصدي ولا قصدك. اقول لك ايه، انت دلوقتي تعاود من مطرح ما جيت، واذا هوبت ان وحيد تاني انت ولا غيرك الدب الازرق ما يعرف لكش طريق جره. غور غور. اهلا 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 يا باشمهندس، والله وليك وحشه. الحمد لله على السلامه. ازاي كده تعيله؟ ازاي كده وازاي اولادك؟ بخير يا باشمهندس، بيبوس ايديك. نحمده الف حمد وشكر على نعمته. هم لسه عايشين في البلد؟ هيروحوا وين يعني؟ وازاي البلد؟ زي ما هي، هتفضل 100 سنه زي ما هي. شاي تقيله ولا يا بندق؟ شاي خفيف سكر خفيف. شاي خفيف سكر خفيف يا بندق. انتوا طيبين قوي يا تعيلب. عارف انا مره رحت بلد جنب بلدكم، كان عندي ماموريه سريعه كده، وقابلت كبيرها، كبير البلد، وقعد يحتفل بيا. انت عارف عمل ايه؟ طول النهار قاعد يضرب نار، وانا طبعا مش خايف، انا فرحان.
وايه البلد دي اسمها ايه يا باشمهندس؟ اظن اسمها بهتون. ايوه بهتون الجبل دي جنب بلدنا على طول. واظن كبيرها اسمه لازم أن يكون الشيخ بدار. امال ايه يا باشمهندس؟ هو كان في رجاله زي الشيخ بدار؟ كان. ايوه يا باشمهندس تعيش انت، ما هو مات الله يرحمه. مات؟ لا حول ولا قوه الا بالله. امتى؟ من قريب يا باشمهندس، بعد عنك نزلت عليه نقطه مات. شوف سعادتك بتقول عليه ايه، لكن الدنيا ما حسنتش ختامه. ازاي ده يا تعيله؟ بنته كانت في المدرسه هنيه. وات حرام، استغفر الله العظيم، ضحك عليها فاخوها قتلها. قتلها؟ ايوه يا باشمهندس قتلها وهرب. فالراجل الكبير يا ولده ما استحملش، نزلت عليه نقطه مات. انت متاكد من الكلام ده يا تعيلب؟ يا باشمهندس وانا كنت ريتهم بعناية، لكن الناس عماله تقول. واخوها لسه هربان؟ امال يعني هيقعد ينتظر الحكومه لما تشنقه؟ عجيبه. تقول ايه يا باشمهندس؟ دنيا. لكن حضرتك مش هتشوف الباشمهندس بتاعنا؟ باذن الله. اتفضل الشاي. لا شاي ايه، انا عايز قهوه ساده. اسكندريه؟ اروح اسكندريه؟ ايوه اسكندريه احسن لك. قول لي ليه؟ ليه؟ اسكندريه بلد كبير الواحد يتوه فيها، وما فيهاش كتير من بلدياتنا، ومصر دلوقتي بقت بلد كل واحد الصعايده فيها اكتر من اهاليها ذات نفسيهم. وبعدين انا مشيعك للي بوسك فيه وعنده خبر ومستنيك. عنده خبر؟ ما تخافش، هو ما يعرفش غير ان فيه مشكله بينك وبين الحكومه، وديك رايح له عاد. عايز تقول له قول له، ما تقولوش ما تقولوش، انت حر امرك بيدك. طب وانت شيعت له كيف؟ لا مؤاخذه عاد، ده شغلاني بقى. طب بقول يا ادبيكي، قول اللي نفسك فيه. مضمون الراجل ده؟ واه، هو انا مشيعك لاي واحد اياك؟ ده واد عمي لزم من واحنا صغيرين قد كده، وانا بامر ينفذ الامر طوالي من واحنا عيال. وهلاقيه وين ده؟ هتلاقيه في المينا، هو ملاحظ عمال قديم هناك بيشتغل في الشحن والتفريغ. الف مين هيدلك عليه؟ وادي علوان بيته. اتروح لطوالي، عايش فرداني، لا حرمه ولا عين. اسمه حسني علي الدبيكي. دبيكي؟ ايوه، ماني اسمي دبيكي عرفان الدبيكي. طب يا دبيكي تشكر والله. ايه طيب وتشكر دي؟ هم عاد الوكيل. اهم دلوكيت. ايوه اللي ستار يا دي عمي، وركوبتك جاهزه. الجمل ده؟ ايوه الجمل. امال عايز تركب به في الصحراء؟ طرنبيل. هو عارف الطريق الحاله، هيوصلك قرب سوق الجمال في اسيوط. هناك عاد تبيعه وتاخد حقه. اوعى تبيعه رخيص احسن يشكوا فيك. بقول لك ايه، اذا ما عرفتش تبيعه هم لبرا السوق يعاود لحاله، ولا يقع في ايد صاحب نصيبه عاد. اباي هو انا غرمان في حاجه؟ بقول لك ايه، اوعاك تاخد القطر من اسيوط. امال هتدل اسكندريه كيف؟ في المركب، في مراكب بتبحر من اسيوط. اللي بتروح مصر بتروح عروض الفرج، واللي بتروح اسكندريه بتمشي في ترعه المحموديه، بتبقى محمله بلاليص وجلل وعسل وغله. بقول لك ايه يا بدري، خد القرشين دول خليهم وياك، يمكن ما تقدرش تبيع الجمل ولا حاجه. تشكر ابو دبيكي، معايا والحمد لله. بقول لك ايه، خد خليهم معاك، ما حدش عارف ايه اللي هتشوفه، ايه المصاريف اللي وراك. الله يبارك فيك يا صاحبي. يبارك فيك انت وبالسلامه. هشوف وشك بخير. اني حاسس ان الوشوش مش هتتقابل تاني واصل، لكن من عارف ربنا كبير وقادر على كل شيء. يلا صاحبي هم، اي دقيقة تبعدها عن الجبل الفقري ده انت اللي كسبانها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيني عليك يا وردة لما تسمع الخبر ده. الله يرحمه بقى، أنا احترمته من مرة واحدة قابلته فيها، لكن مش ده المهم. المهم دلوقتي في الكلام الغريب اللي أنا سمعته من تعيلب.
يا صلاح يا صلاح، معقولة تدخل دماغك التخاريف دي؟ لا 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 لا، دي مش تخاريف يا أبو سينا. مش تخاريف ازاي صلاح اذا كانت وردة عايشة وموجودة؟ عيبك الوحيد انك بتاخدي المواضيع بسذاجة وسطحية. صلاح يقطع صلاح وسنين صلاح، هتفضلي طول عمرك تشخطي فيا. صلاح صلاح عيب، ده انا هبقى في يوم من الايام جوزك. ابوك وامك لو يسمعوا يقولوا ايه؟ الكلام اللي انا بقوله لك ده خطير جدا. خطير منين اذا كان كل المعلومات اللي بتقولها غلط؟ معلوماتك يا استاذ مش دقيقه، والكلام اللي قاله لك اشاعه الناس كبرتها وحطت فيها خيالها. خلاص خلاص اسمعي، انا هروح لعمي واحكي له كل الكلام اللي انا سمعته من تعيلب، واشوف تحليله ايه الموضوع ده. طلع كلامنا صح، هنمشي على هذا الاساس. واذا كان مش صح؟ خلاص نشوف ايه الصح ونمشي فيه. لا كلامك زي الهيروغليفي، مش فاهمه منه ولا كلمه. مش قلتلك هتفضلي طول عمرك سطحيه وساذجه؟ صلاح تاني. والله هتوحشنا سعاده البيت. مش عارف انا فادي ايام اللي قضيتها معاكم ايام شكلها ايه في حياتي. مؤكد انها مش ايام سعيده، لكن مؤكد برضو ان اكتسبت فيها خبره مش ممكن انساها. مش عارف الغلط كان فين، هل انا ما قدرتش افهمكم ولا انتوا اللي ما قدرتوش تفهموني؟ هل انتوا ناس طيبين ولا في غايه الخبز؟ مش عارف مش عارف، لكن مؤكد انتوا اغرب ناس شفتها في حياتي. يا سعادة البيه يا سعادة البيه يا سعادة البيه، انت سعادتك ما خلطتناش زين، ما جربتش منينا واصل عشان تعرفنا. بس احنا ناس زي كل الناس، فينا الزين وفينا العفش، فينا الطيب وفينا الرضي، فينا الشيخ بطار الله يرحمه، وفينا علوان الله يبارك له. يمكن كلامك يكون فيه شيء من الحقيقة، لكن برضك في حاجة سعادتك ما قدرتش تعرفها فينا. لو كنت عرفتها يمكن كانت حاجات كتير اتغيرت. حاجة ايه؟ احنا كلنا فينا خصلة واحدة. انا ذات نفسي ما خبرش إن كانت خصلة زينة ولا رضية. خصلة إيه؟ العصبية يا سعادة البيه. قصدك الجهل؟ وأنا مش هقول لسعادتك لا، بس يمكن الجهل ده هو اللي مخلينا نقدم العصبية على العدل وسواء على الرحمة. ما كانش فينا غير واحد بس هو اللي عنده العصبية مع العلاء، عشان كده كان دايما رحيم، كان دايما عادل. الشيخ بطار الله يرحمه ويحسن إليه، مش هتصدقني لو قلت لك إن ولده كمان البدري. البدري ربنا يفك دقته، غش بس حماس الشباب. لو كان ربنا اداله كان هيبقى زي ابوه. البدر ده قاتل. ربنا اعلم بالحقيقه يا سعاده البيه. يعني ايه؟ ما هيجيبش نتيجه الحديد دلوقت، بس اني في عقل اللي مريحني، وهو اللي دايما هيقول لي ان البدري غير ما الناس والحكومه فاكره. عقلك عايز تقول يعني ان البدري بريء؟ ربنا اعلم بالحقيقه سعاده البيه. حتى لو كان في بيني وبينه طار ما يمحوش الا الزمن. أسافر في الصباح وأسافر في الغروب،
هربان من الجراح ولا من الهروب، أسافر في الصباح وأسافر في الغروب، هربان من الجراح ولا من الهروب، غريب شايف البراح أديان من الدروب، داقت بيا الفلاح وداق بيا الخلاق، داقت بيا الفلاح وداق بيا الخلاق، من خلى العين حزينة، من خلى العين حزينة وجرح القلوب. جريح اشطار وانت جسيمك بالريك، يا بحر النيل اباكي واسيني في الطريق، جريح اشطار وانت جسيمك بالريك، يا ريت تاخدني في حضنك يا ريتني فيك غريق، يا ريت تاخدني في حضنك يا ريتني فيك غريق، أسافر في الصباح وأسافر في الغروب، هربان من الجراح، هربان من الجراح ولا من الهروب، خدني من غير رجوع باكي نسيت دموع، خدني من غير رجوع باكي نسيت دموع، من خلى العين حزينة، من خلى العين حزينة وجرح القلوب، أسافر في الصباح وأسافر في الغروب، هربان من الجراح، هربان من الجراح ولا من الغروب، أسافر في الصباح وأسافر في الغروب. تحليلك مظبوط يا صلاح، أنا كمان خطر لي نفس الخاطر أول ما قلت لي. يعني إيه؟ يعني الخطر زاد دلوقتي حوالين حاتم ووردة أضعاف الأول يا زهيرة. يا وصلتي؟ إزاي؟ أولاً موت الشيخ بدار وقبل منه ياسين يعتبر في حد ذاته كارثة، وكارثة مزدوجة كمان، لأن هما دول اللي كانوا مصدر حماية للأولاد. مظبوط كلام حضرتك يا عمي. ثانياً كون إن الشيخ بدار يموت بالطريقة دي فده معناه إنه اتغلب على أمره وفشل في إقناع بدري أخو وردة. يعني المسألة كانت خطيرة ما كانتش سهلة. كلامك مظبوط يا أبو سينا، وكلام حضرتك مظبوط يا عمي، وما تنساش إنه حذر حضرتك من مجرد الاتصال بيه، دول ناس مفتريين. أنا كنت قاعد مع واحد منهم، قاعدين محترمين قوي، الراجل بيضايفني وجايب لي شاي وكان عايز يغديني، شوية كده لقيته حط إيده في جيبه، أنا قلت هيطلع منديل ينشف عرقه، لكن طلع مسدس، ومسدس غير عادي. بس انا مهمنيش، كنت قاعد قدامه زي الصخر، لو مش مصدق حضرتك ممكن اتصلك بيه. طب ازاي الناس بتقول ان بدري قتل وردة وهي موجودة وبخير؟ اشاعة مغردة، تلاقي اي حد من البلد طلعها ومش يلف بيها على البلد كلها. في الغالب هيكون البدري نفسه. طب وليه؟ عشان ما يسقطش في نظر اهله ويفضل قصادهم الراجل اللي بيحافظ على تقاليدهم. يا سلام، كلام حضرتك مظبوط 100%. حتى لو كانت الاشاعه دي مش في صالحه. يا بنتي الاعتبارات العصبيه عند الناس دول غلابه على الاعتبارات الشخصيه، وبعدين هو متعلم وعارف كويس ان الاشاعه مش دليل كافي لادانته. امال هربان ليه؟ متهيالي علشان ياكد الاشاعه، ده من جهه، وعشان يدور على ورده من جهه تانيه. ونلاقاه هنا بقى الخطوره، وهي وحظها إن اتغلبت عليها عوامل العصبية مفيش قدامه غير إنه يقتلها. أما بقى إذا اتغلب عليها علمه وحنانه عليها يبقى ربنا أنقذها. يا عيني عليك يا وردة يا بنتي. أنتِ بتعيطي يا أبو سينا يا بنتي؟
أصل وردة ما تستاهلش كده أبدا. وحضرتك هتعمل إيه دلوقتي يا عم؟ من الجايز تحليلاتنا دي تكون مش دقيقة قوي، لكن مفيش قدامنا غير إن احنا ناخد بيها على سبيل الاحتياط ونعرفهم كل حاجة. بس ده هيبقى كتير عليها قوي يا عمي. يا بنتي أحسن حاجة مواجهة الحقيقة، خصوصا لما تبقى المسألة مسألة حياة أو موت. تفضلي. يسلم يديك يا خالة لبيبي. تسلم يا بنيتي. والله ورليك عليا يمين، من يوم ما حطيت رجلك في الدار والبركة حلت فيك. يبارك فيك يا بنت الأصول. إلا قولي لي يا خالة لبيبة. نعمين يا ولدي. وعم الشيخ بدار الله يرحمه كان داسس ورقات وين؟ ورقاه يا علوان. اوه مش كان حداه ورقات ولا ايه؟ قسيم الجواز وشهاده العالميه وشهادات البدري والست ورده وحجه ارضياته. اه اديكي قلتيها، وحجه ارضياته. ما خبراش يا علوان. تعال يا ولي انت، انا مش بتحدث معاكي. كيف تهمليني وتروحي كده؟ كيف؟ وهي علوان ما هي قالت لك انها ما خبراش، هتقول لك على مكانهم كده؟ طب غوري من خلقتي دلوقتي. كتر خيرك يا ولدي، كتر خيرك. مليكش حق يا علوان. واه يعني ما وعيالهاش هتتحدث معايا كده؟ انا ما اتخلقش اللي اتحدث معايا كده، ومن دلوقتي ورايح اللي يتحدث معايا يحاذر قوي وياخد باله، والا راح اجزر الجزر كيه الذبيحه واولهم انت. ما انت كلامك ملوش عازم. بتسالها على ورقات الشيخ بدار ليه؟ انت اعتبره سياك. طب غوري من وش انت كمان يا الصبح. مات ابويا. انا اسف يا والده، انا فضلت اقولك الحقيقه مره واحده عن اني الف وادور عليكي. وردة أرجوك يا وردة كفاية، أنا ما استحملش. أنا ما أقدرش أهون عليكي ولا واسيكي، ويعلم ربنا إن مصيبتي فيه ما تقلش عن مصيبتك، وإنتي عارفة كده كويس. الموقف اللي إحنا فيه يا وردة يستدعي التفكير أكتر من الحزن. يمكن الخبر خلاكي ما تكمليش جواب بابا، لكن لما تهدي وتفكيرك يصفى ابقي كملي قراية الجواب. وردة سمعاني يا وردة، ربنا يصبرك ويكون في عونك. حكمت المحكمة غيابيا على المتهم البدري بدار البدري بالأشغال الشاقة المؤبدة. وخصمني يا زماني وارجع صالح نتاني.